نشاهد وإياكم هذه الصور إذن التي وصلت إلى غرفة الأخبار. هذه الصور تحديدا من جنوبي القطاع من رفح التي تظهر إذن إحدى الشاحنات التي تحمل مساعدات، ويتم توزيع هذه المساعدات على المواطنين الفلسطينيين في الجنوب. بطبيعة الحال يعني هذه جملة من المساعدات النادرة والضيقة التي يحصل عليها الفلسطينيون. بالأمس أيضا كنا قد شاهدنا عدد من الشاحنات، لربما شاحنتين أو ثلاث شاحنات، والتي كانت توصل مساعدات وإغاثات طبية ومستلزمات طبية لمستشفى الشفاء أو مجمع الشفاء الطبي.